السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيو، جيت ندير لكم الجوله فيه باش نشوفوا الجديد اللي داخلين اليوم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. واول حاجه لاحظتها جديده هما هادو يا البنات. صحاب ليا في الاول تقالين ولكن خفافين، هادو نتاع الحديده ولكن خفافين. داروا ليهم هكا الطريقه اللي هي تقليديه، كاين فيه اما هكا او لا هكا، هاد الشكل وهاد اللون. للثمن ديالهم 5 أورو 95 سنت. وجابوا هادي، شوفوا يا البنات ما كاين غير الجديد في الجديد. هادي عندها 3 نتاع رجيلات اللي هي نتاع الحديده وفيها هكا العقيق منه. دائما كنقول لكم انا كيحمقني يعني الابداع في الديزاين. كاين فيه اللون الذهبي وكاين اللون الفضي، حتى الفضي رائع. الثمن ديالو 1 أورو 99 سنت. ودخلوا اليوم هادو جدادين البنات، هاد الحامل نتاع الشموع اللي هو نتاع الكريستال. كما كتلاحظوا كديروا هنايا الشميعه تلت هنايا الفوق. كاين فيه جوج الاشكال، كاين اما هاد الشكل وكاين هاد الشكل اللي عجبني بزاف. هذا شوفوا الشكل ديالو يا البنات، منا ومنا. هذا كيجي من هاد البلاصه الفوق غارق للشميعات. الثمن ديالهم 6 أورو 95 سنت. وجابوا حتى هاد الكؤوس اللي فيهم الشميعات، كاين فيه اما هذا وهاد اللون الفضي اللي كيبري. الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت. وجابوا اليوم هاد الساعات يا البنات، هادو كنت عاقله عليهم نقولوا دابا شي عامين باش تخلوهم. شوفوا شوفوا على الساعات، شوف هكا الصالون اللي عنده الصالون اللي هو عصري كتحمق. عندها هكا هاد الحجيرات بحال هاد الطريقه منا، وهاد البلاصه دايره بحال المرايه كما كتلاحظوا. للثمن ديالها 9 أورو و69 سنت. صراحه رائعه. نشوفوا واش كاينه هنايا الصوره اوضح. لا كاينه غير من هاد الجهه وصافي عجبتني. وجابوا هاد السلات جدادين نفس الطريقه اللي جابوا هنايا، الا هادو عندهم اليدين، هادو بلا يدين وعندهم هكا هاد الديزاين منا كما كتلاحظوا. راهما نتاع الحديده وهذا الخشب، كاين فيه اللون الاسود وكاين اللون الابيض. الثمن ديالهم 1 أورو 64 سنت. هادو دائما كنقول لكم تقدروا تستعملوه في اي بلاصه، في الكوزينه او لا في الحمامات او لا في اي بلاصه، كديكور كتحطوا فيها الخبز هكا تفرشوا ليه شي حاجه. واما في هاد الجهه اللي عنده العلاقه مع الادوات نتاع المطبخ، لاحظت جابوا هادي اللي فيها 6، فيها 5، فيها 4 نتاع القراعي، جوج القراعي كبار اللي كنحطوا فيها الخل والزيت، وجوج القراعي صغار نتاع الملح والابزار او الكمون. وهذه اللي هي الحديده الفوق، من ديالها 3 أورو 99 سنت. وجابوا هاد الترمويات جدادين، كاينين هاد الشكل وكاين هذا سامبل وكاين الفضي وكاين اللون الاسود اللي كيهزو 500 ملل. الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت. ودخلوا هاد العلب في الجهه نتاع بلاستيك، هاد العلبه اللي كتصلح هكا اللي خدام اولا المدرسه اللي فيها جوج بلايص. كاين هاد اللون وكاين اللون الاسود وكاين اللون الازرق الداكن، الثمن ديال 1 أورو 38 سنت. ودخلوا حتى الغطاءات نتاع الطاوله، هادو اللي فيهم 140 على 250 سنتيم، يعني فيهم هكا بحال الديزاينات. كاين فيه هاد اللون الكري، كاين الازرق، كاين الكري الفاتح، كاين اللون الاحمر والابيض. الثمن ديالهم 4 أورو 95 سنت. وكاينه هاد العلبه اللي هي كبيره نتاع المكياج اللي كتفتح فيها الالوان، هاد الباليت اللي الثمن ديالها 8 أورو 95 سنت. ودخلوا هادشي نتاع الشعر، هاد البندات اللي هما نتاع الراس سخيخنين نتاع النساء، كاين فيهم اما هاد اللون وهاد الشكل. كاين هذا، كاين اللون الكري، كاين اللون الاسود بحال هكا كيجي سامبل. الثمن ديالهم 1 أورو 89 سنت. وجابوا حتى هاد بادا مونتل نتاع النساء كيجي بحال هكا اللي هو سخيخن، كاين فيه الغوز بيبي، كاين فيه اللون الكري. الثمن ديالهم 8 أورو 95 سنت. وكاينين هاد البيجامات نتاع البنيتات، هادو راهما سخانين،
كيف كاين شي تريكو مع السروال ديالو، كاين فيه اما هاد اللون وكاين هذا، كاين واحد اللون اللي هو بعيد عليه، غادي نحاول نزومي عليه. هذا الثمن ديالو 6 أورو و95 سنت. واما في الاكسسوارات، لاحظت هادو جدادين، هاد البندات نتاع الشعر نتاع البنيتات اللي فيهم 4 نتاع البندات وجوج اكسسوارات نتاع الشعر، كاين فيهم هاد الشكل، كاين فيهم هاد اللون، شوفوا هذا، كاين فيهم الغوص الازرق اللي الثمن ديالهم 99 سنت. وجابوا البنات حتى هاد الاكسسوارات، شوفوا السلسله مع الحلقات، الشكل ديالهم رائع، كاين اما هكا، شوفوا هذه كنقرب ليكم باش تشوفوها، وكاين حتى هاد الشكل، كاينه هذه حتى هذه رائعه، كاينه هذه، شوفوا شوفوا يا البنات على هذه، والاثمنه ديالهم جد مناسبه، 2 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هاد البغسليات، كاين هاد اللون الذهبي وكاين الفضي، راه كاين فيهم الاشكال، كاين هاد الشكل، كاين هذا، وهادي شوفوا هادي للثمن ديالهم 1 أورو و52 سنت. راه كاين الاختيارات، غير خصكم تقلبوا وصافي. وكاينين حتى هاد الحلقات، هادو هادو للثمن ديالهم 2 أورو و59 سنت. وكاينين هادو راهم نتاع الفضه، هادو الثمن ديالهم 3 أورو و89 سنت. وكاينين هاد السات نتاع الحلقات اللي فيهم 10، كاين فيهم هذا، كاين هذا، كاين لون الفضي، الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. وكاينين هادو، هادو فيهم 6، كاين اما هاد الشكل او لا هادو، كاينين هادو الثمن ديالهم 99 سنت. ودخلوا حتى هاد الحلقه، تشوفوا هادو يا البنات زوينين، كاين هاد الشكل، هذا بوحدو، هذا ماشي بلاصتو، وحتى هذا ماشي بلاصتو، كاينه هادي، شوفوا هادي كتحمق، كاينه هادي، وكاين فيهم حتى الفضي لي الثمن ديالهم 1 أورو و52 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الجديد اللي جابوا اليوم في اكسيو، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.